بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الكرام. ربنا لا تضيق علينا حياتنا، إنك بالمؤمن رؤوف رحيم. آمين يا رب العالمين. أما بعد، السلام عليكم. الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالأفضل الأقدر. اليوم إن شاء الله تعالى وببركاته نحاول مقاربة متعمقة متأدبة جدية نافعة لبعض آيات من سورة الأنعام ذو الكتل لتوب. نبدأ بآية 81: وكيف أخاف ما أشركتم. الأنبياء كلهم قالوا الكلام عليه، وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله. الآن قال لهم أي نبي كان عليه السلام جميعا، قال وكيف أخاف ما أشركتم، اللي أشركتموه بالله، ملاهم بنات أفكاركم المريضة وقلوبكم مرض. إذن العايم والغالب على الإنس والجن هو الغفلة، وباب الغفلة يدخل الشيطان ما أراد بأن يؤذي الثقلين. من جملة معملهم إذا كان ما قالهم شما غياب المولى، ما ثماش إله، شيء جاءك سبونتانيمو عفويا، والعفوية هذا كيفاش صار، ثم العفوية هذا كيفاش وقع انسجام بين العناصر كلها متاع الكون هذا، والقوانين شبيه ما تغيرتش، اللي بد فما بعث وضابط ومنظم وقار، هما ما عندهم شيء. قال لهم ابليس اي تكي بايا تسلموا اللي فما رب، لكن راهو ما يجمش يحكم وحده وما يجمش يخلق وحده، لابد منات الثالثة وكذا وكذا وصوا وكذا، كلهم عندهم يد في سر هذا الكون وفي سيرورته. هذا الباطل، حتى عاقل مهما ولو قريب يفقد عقله لا يسلم بهذه القولة اللي هي كلها باطل على باطل على باطل إلى ما لا نهاية لها. نعود إن شاء الله تعالى.